في التحليلية من الميادين، أزمة الدبابات بين أوكرانيا وحلفائها تثير أسئلة كثيرة بعد الفشل في الاتفاق على منحها الدبابات الحديثة. تباينات على تحديد أولويات دعم كييف، هل بدأ الناتو يفقد التوازن في إدارة المواجهة ضد روسيا؟ الجيش السوري يرد على الاعتداءات المتكررة لهيئة تحرير الشام في إدلب وأرياف حلب. هل يحمل التصعيد ضد نقاط الجيش السوري شمال غرب سوريا بوادر اجتثاث إمارة الجولاني من المنطقة وتطبيق اتفاقيات أستانا وسوتشي؟ على خلفية احتجاج أمام سفارتها في ستوكهولم، أنقرة تلغي زيارة وزير الدفاع السويدي لأراضيها. تركيا تعرقل جهود انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، وتدعو إلى تلبية مطالبها أولا. وفي وثيقة اليوم، في ترويج مشروع البحر الأحمر في السعودية، إعلان السماح للنساء بارتداء ثياب البحر. وفي قضية اليوم، وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر تخلف واشنطن عن سداد الديون قد يؤدي إلى أزمة مالية عالمية. بعد تجاوز واشنطن سقف الاقتراض المسموح به، كيف وصل الاقتصاد الأمريكي إلى إمكانية العجز عن سداد الديون؟ وأي سياسات أوصلت الإدارة الأمريكية إلى هذه المرحلة؟ في مقابل التردد الألماني بشأن توريد دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، وفشل حلفاء كييف في الاتفاق على قرار توريد أسلحة ثقيلة إليها، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن قرار برلين أحدث إحباطا في البيت الأبيض، وأشارت إلى أن واشنطن ستواصل الضغط على ألمانيا في هذا المضمار. يعيش الجيش الأوكراني هاجس الوقت انتظاراً لحلحلة تبدو طويلة بين حلفاء دول الناتو، فقد دخلت دبابات لابرد الألمانية على خط الإحباط الأوكراني بعد رفض برلين إعطاء الضوء الأخضر لتوريد الدبابات إلى نظام كييف. فشل الاتفاق حول تسليم الدبابات الألمانية إلى كييف جاء بعد مناقشات استضافتها قاعدة رامشتاين الأمريكية غرب ألمانيا. تمسكت برلين فيها بمقاربتها بشأن الدبابات، ما أثار جملة من التحذيرات بشأن اتساع رقعة التباينات داخل الحلف. صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن محاولات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بشأن إقناع برلين باءت بالفشل في أول خلاف كبير داخل الحلف منذ بداية الأزمة الدولية في أوكرانيا قبل نحو عام، مضيفة أن القرار الألماني أحدث إحباطاً لدى البيت الأبيض والعديد من الحكومات الأوروبية، خصوصاً مع دخول الحرب الأوكرانية مرحلة حرجة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين كبار قولهم إن واشنطن ستواصل الضغط على ألمانيا، مشيرين إلى أنها يجب أن تتيح على الأقل الموافقة على عمليات نقل الدبابات من قبل دول أخرى بما في ذلك فنلندا وبولندا والدنمارك. وعلى خط موازن، نقلت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية عن محلل عسكري بارز وصفه لألمانيا بأنها جبانة سياسيا لرفضها إرسال دبابات إلى كييف، معتبرا أن تردد برلين قد يؤدي إلى ضعف القوات الأوكرانية التي تعتزم شن هجوم مضاد خلال أيام. التحذيرات من الخطط الأمريكية في توريط أوروبا جاءت على لسان عضو البرلمان الأوروبي السابق فلوريان فيليبو، الذي أشار في تغريدة له على تويتر إلى أن الولايات المتحدة تريد إشعال حرب عالمية في أوروبا، مضيفا أن دول الاتحاد الأوروبي في حالة هذيان بشأن إمداد الرئيس الأوكراني بأسلحة ثقيلة بشكل متزايد. ونفتح النقاش مع محلل الميادين للشؤون الأمنية والعسكرية شارل أبي نادر. نرحب بحضرتك حضرة العميد، ونسأل في البداية عن الأسباب الفعلية والواقعية لتهرب كل من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية من تسليم أوكرانيا هذا النوع أو نوعين من الدبابات ليوبارد 2 وأيضا أبرامز، وأيضا لماذا الإلحاح الأوكراني في تسلم هذه الدبابات؟ مساء الخير.
طبعا هذا الفشل في الاتفاق او التهرب من تسليم كييف هذه الدبابات له بعدين دينا، البعد الاول هو بعد عسكري تقني، البعد الاخر هو بعد اعلامي سياسي. نتكلم بدايه عن الموضوع العسكري، هذه الدبابات لا يمكن لها ان تقاتل دون حمايه جويه، هذه الحمايه الجويه اليوم هي مفقوده، السيطره الجويه تقريبا بشكل كامل هي للوحدات الروسيه. أيضا هذه الدبابات لا يمكن لها أن تقاتل بغياب قاذفات تساندها، أيضا القاذفات الغربية هي غير موجودة. هاتين النقطتين العسكريتين تدفعان أولا الولايات المتحدة الأمريكية إلى الابتعاد عن زج دبابات الأبرامز في الميدان الأوكراني. النقطة الأخرى أن الألمان ربطوا إدخالهم دبابات ليوبارد 2 بإدخال الأبرامز لأنهم يعتبرون أنه بمجرد أن يتخذ الأمريكيون قرار بإدخال دباباتهم سوف يؤمنون غطاء جوي للوحدات الأوكرانية، على الأقل سوف يكون بمستوى مناسب لحماية هذه الدبابات. هذا الخلاف التقني العسكري أبعد هذا الاتفاق. النقطة الأخرى الأساسية أيضا إعلامية سياسية، هم يعلمون جيدا أن الروس ينتظرون هذه الدبابات لأن في بداية المعركة عمل الإعلام الغربي على تصوير الدبابات الروسية تحترق في بداية المعركة بصواريخ جافلين الأمريكية، من هنا كانت هذه الخطوة بالابتعاد عن زج هذه الدبابات. اليوم هذا الإلحاح الأوكراني، الميدان يفرض هذا الإلحاح، هناك تقدم واسع للوحدات الروسية في كل المناطق، كل المعطيات تقول أن جبهة زاوراجيا تحركت، بالإضافة للضغط في الوسط في منطقة سوليدار وبخموت. إذن محمود واثق مراسل ميادين في اسطنبول، أنقرة كانت حاضرة في اجتماعات ألمانيا، وبالتالي ما هو الموقف التركي من تسليم أوكرانيا أسلحة ثقيلة؟ يعني رغم أن تركيا كانت حاضرة في بداية العملية العسكرية من خلال المسيرات التركية التي كثر الحديث حولها في بداية هذه المعركة، لكن تطور الموقف التركي وهو موقف ثابت حاليا بأن تركيا ضد هذه الحرب، ضد العمليات القتالية، بل تلعب أنقرة الآن دور وسيط بين روسيا وأوكرانيا بحكم علاقاتها المتميزة مع كلا البلدين. هناك اتصالات مستمرة وتواصل مستمر بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيريه الروسي والأوكراني. هناك كثير من المبادرات على طاولة الحوار بين الدول الثلاث. تركيا حتى الآن إلى الآن ضد هذه الحرب وضد إرسال أسلحة إلى هذه المنطقة، وكما أكد أردوغان أكثر من مناسبة بأن هذه الأسلحة تؤجج الصراع والتوتر في هذه المنطقة، وبالتالي يجب العودة إلى الحوار والتفاوض وتحقيق السلام من خلال التفاوض وليس من خلال تأجيج الصراع والقتال من خلال إرسال الأسلحة لدولة ضد دولة أخرى. طيب بالأمس حضرة العميد صدرت توصيات أمريكية للأوكرانيين بالابتعاد عن تنفيذ هجوم قبل تسليمهم حزمة المساعدات، وبالتالي طبعا من قبل هذه التي قررت أخيرا، فهل تؤمن هذه الحزمة تقدم ميداني معين أو نجاح في هذا الهجوم؟ يعني بالاطلاع على أنواع هذه الأسلحة التي من المرتقب أن تقدم، طبعا هي أسلحة هجومية بشكل تقريبا كامل، يعني نتكلم عن دفاع جوي أفينجر، نتكلم عن ذخائر ناسماز للدفاع الجوي، نتكلم عن مركبات قتالية مدرعة وضد الألغام، نتكلم أيضا عن المركبات الأمريكية الأكثر تطورا هي سترايكر، والتي هي من المركبات التي تركب عليها مدفعية ويمكن أن تعطي فعالية قريبة من الدبابات. كل هذه الأسلحة يمكن أن تقود هجوما ناجحا. طبعا هذا الموضوع يحتاج إلى وقت، هذه الأسلحة هي غير موجودة، لذلك رأى الأمريكيون ومن نقطة عسكرية يعني صحيحة أنه لا يجوز أن يدخل الأوكران اليوم في استنزاف يخسرهم فوق ما خسروه من في معركة سوليدار من عتاد ومن جهود ومن عديد قبل أن يكونوا قد تحصنوا بهذه الأسلحة، وخاصة أن المعركة هي عالميا ودوليا ليست معركة الأوكران، هي معركة الأمريكيين، لذلك أي خسارة هي سوف توصف بأنها خسارة أمريكية بالكامل. قد يكون الأمريكيون يعني مصيبون في التماهل في هذا الموضوع، ولكن الروس أنا بتقديري اقتنصوا الوقت المناسب، وهم اليوم يفتحون كل الجبهات، استطاعوا أن يفرضوا التعبئة العامة بشكل كامل وغيروا قياداتهم الفعالة لإدارة هذه العملية.
إذن تصعيد الاعتداءات على نقاط الجيش السوري من قبل هيئة تحرير الشام شمال غربي سوريا يفتح الباب أمام تحرك واسع للجيش السوري وحلفائه لفرض تطبيق اتفاقية سوتشي وأثنا بهدف إنهاء وجود فصائل مصنفة إرهابية. هذا التقرير لرضا الباشا. إلى عفرين تتجه الأنظار مجدداً، تؤكد الجماعات المسلحة التابعة للجيش الوطني تحركاً تحت جنح الظلام لأرتال الجولاني إلى بلدة جنديرس جنوب منطقة غصن الزيتون. تحرك يأتي بالتزامن مع تصعيد هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة المتحالفة معها من هجماتها على نقاط الجيش السوري في ريف حلب الغربي عند أورم الكبرى وبسطرون وصولا إلى جبهات إدلب واللاذقية، فيما يبدو تسخينا لجبهات كان من المقرر أن تفرض تركيا على الجولاني الانسحاب منها وفقا لاتفاقية سوتشي الموقعة بين الرئيسين التركي والروسي. هذه العمليات يفترض أن تدفع باتجاه اجتثاث هذه التنظيمات، لأن الحديث عن إمكانية فصل من هو إرهابي عن غير الإرهابي أصبح عبثيا. تصعيد تقف وراءه هيئة تحرير الشام ودخلت على خطاها بقايا داعش أو أنصار التوحيد، إلى جانب فصائل من أحرار الشام المتحالفة مع الجولاني، فصائل مصنفة جميعها إرهابية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، ما يتيح للجيش السوري التحرك بدعم من حلفائه في موسكو وطهران لتطبيق اتفاقيات مبرمة مع أنقرة للقضاء على هذه الفصائل في منطقة إدلب شمال غرب سوريا. لا حل فيما يتعلق مع هذه الفصائل سوى اجتثاثها من هذه المنطقة ولو عبر القضم التدريجي كما حدث في مراحل سابقة بالتنسيق السوري التركي الروسي. مشهد أخرج المنطقة من حالة هدوء الجبهات، قصف الجيش مقار ومواقع تابعة للجماعات المسلحة في أرياف حلب وإدلب ردا على الاعتداءات المتكررة يشير إلى قرع طبول حرب قد تندلع نيرانها في أي وقت. تصعيد على جبهات شمال غرب سوريا يفتح الباب على مصراعيه لمعارك لربما تكون سببا لتطبيق اتفاقيات أستنا وسوتشي، وينهي مماطلة تركية في تطبيق اتفاقيات كان مقرر تنفيذها قبل سنوات. رضا الباشا، حلب، الميادين. ومعنا رضا الباشا، يبقى معنا زميل رضا الباشا مراسلنا من حلب. نرحب بك رضا. المنطقة التي تشهد اليوم تصعيدا هي منطقة اتفاق سوتشي، وبالتالي هل من الممكن أو سيكون هذا التصعيد غطاء لمشاركة تركيا في القضاء على الفصائل الإرهابية لتنفيذ اتفاق سوتشي؟ نعم دينا، فعلا إذا أردنا أن نتحدث في هذا السياق نعود إلى خبر تقريبا كان قبل 3 أيام من الآن، عندما نشرت مواقع تابعة لهيئة تحرير الشام عن بدء التحضير من أجل عودة مسلم الشيشاني إلى جبال التركمان المحاذية أو في أرياف اللاذقية. الزج بمسلم الشيشاني مجددا في هذه الجبهة لربما يعني السعي من أجل إنهاء تواجد مسلم الشيشاني، خاصة وأن الأنباء الأخيرة كانت تتحدث عن نقل مسلحين شيشان من سوريا إلى أوكرانيا أو محاولتهم الخروج من سوريا من أجل قتال روسيا في أوكرانيا. عودة أبو مسلم الشيشاني إلى هذه المنطقة بطبيعة الحال ستعني بأنه سيدخل في مواجهة عسكرية مباشرة، الكفة فيها كانت عبر السنوات الماضية راجحة بالنسبة للجيش السوري وحلفائه، ولربما المراد بطبيعة الحال القضاء على هذا الفصيل في جبال التركمان السورية في سبيل تطبيق بطبيعة الحال اتفاق سوتشي. هذه الفصائل المسلحة بعضها أيضا بدأ بفتح خطوط مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وأراد الخروج خلال الفترة الماضية عن العباءة التركية في هذه المنطقة. لربما ستكون أيضا هذه العمليات العسكرية في حال فتحت مبرر كبير جدا من أجل إنهاء هذه الفصائل وضمان بقاء الفصائل المسلحة التي تعمل ضمن العباءة التركية، ما يساعد تركيا في فعليا تحقيق المسار السياسي الذي تسعى من أجل الوصول إليه مع دمشق، أولا من خلال تطبيق اتفاقية سوتشي وأستنا، هذه الاتفاقية التي توقف تطبيقها تقريبا منذ أيار 2020 إلى اليوم. لا. هذا التصعيد لربما سيكون مبررا لفتح أبواب جديدة من أجل الدخول في هذه العملية العسكرية لتطبيق اتفاقية سوتشي والقضاء على فصائل مسلحة أرادت أو تسعى للخروج من العباءة التركية والبحث عن عباءة أخرى كالعباءة الأمريكية، ولربما لا يقتصر هذا الموضوع على هذه الفصائل فقط وإنما سينسحب أيضا على فصائل مسلحة متواجدة في عفرين في منطقة غصن الزيتون في منطقة درع الفرات. وهذا هو السؤال ربما الذي سنطرحه على العميد شار أبي نادر، أي تأثير ممكن لهذا التصعيد حضرة العميد على أي تفاهمات أو تسويات يتم البحث بها مرتقبة يعني، وفي أي خانة يوضع هذا التصعيد؟
واضح أن هذا التصعيد هو يرتبط بشكل كامل بالمشاريع المرتقبة في موضوع التسويات، والموضوع المتعلق ربما بإيجاد حل أو تسوية معينة لهذه المجموعات المسلحة. هنا يعني أنا أذهب باتجاهين يعني لهذا التصعيد. التصعيد أو الاتجاه الأول، طبعا أنا بتقديري هناك مسؤولية ودور لتركيا فيه، لا يمكن أن نبعد الدور التركي، لأن تركيا أيضا تريد أن تقول أن هذه المجموعات وهذه الفصائل قادرة على إزعاج والتأثير على الدولة السورية بشكل رسالة للدولة السورية لأن تتنازل في بعض المطالب والشروط. التوجه الآخر والاتجاه الآخر هو من هذه الفصائل أيضا لتركيا ولتركيا مباشرة، لكي تقول أو لكي تثبت نفسها مباشرة أنها قوية، أنها تملك وجود على الأرض، وخاصة في اختيارها هذه الجبهات التي كانت من الأكثر حشودا والأكثر شراسة أثناء الحرب السابقة بمواجهة الجيش السوري قبل يعني الهدنات الأخيرة. من هنا أنا بتقديري هذا التصعيد هو بسببين، تركي ومن اتجاه الفصائل لإثبات الوجود ولإثبات أن هذه الفصائل قادرة على التغيير وقادرة أن تفرض نفسها إذا لم يكن هناك من مشاريع تلحظها أو تعطيها حقوقها في التسوية النهائية. طيب رضا، إلى جانب هيئة تحرير الشام وكنت تتحدث هناك فصائل أخرى، وبالتالي هذه الفصائل بمجملها مصنفة إرهابية، هل سيكون هذا باب لإنهائها أم ستتوجه إلى مناطق أخرى؟ دينا، أعتقد بأن المشهد يحمل الوجهان، الوجه الأول هي الفصائل التي ما تزال تنسق مع تركيا أو أجزاء من الفصائل التي تنسق مع تركيا كبعض أجنحة أحرار الشام، بعض أجنحة هيئة تحرير الشام، ما يزال هناك تنسيق بينها وبين تركيا في أدق التفاصيل في بعض الأعمال الاستخباراتية، استهداف بعض القيادات العسكرية المناوئة لتركيا في المنطقة. أعتقد بأن هذا الجناح سيتجه إلى منطقة أخرى، خاصة إلى منطقة غصن الزيتون ودرع الفرات، هذه المنطقة التي تشكل شريط حدودي مع سوريا بعمق ما يقارب 10 إلى 15 كيلومترا، لربما ستتجه إلى هذه المناطق من أجل التمهيد لمرحلة أخرى هي تعديل اتفاقية أدنى المبرمة بين سوريا وتركيا نهاية القرن الماضي. إضافة إلى ذلك، الشق الثاني هي الفصائل المتمردة أو الفصائل المصنفة إرهابيا تريد روسيا اجتثاثها كالفصائل الشيشانية، بقايا داعش كجند الأقصى أو ما يسمى اليوم بأنصار التوحيد. هذه الفصائل بطبيعة الحال ستكون أمام إنهاء تواجد لها بشكل كامل في هذه المنطقة، وبطبيعة الحال تسليم الطريق الإنفور للدولة السورية سيدفع بهيئة تحرير الشام أن تنكفئ إلى الحدود أولا بعمق 10 إلى 15 كيلومترا ومن ثم تتجه إلى عفرين، وهذا ما أكدته بعض المواقع التابعة أيضا لفصائل المسلحين ما يعرف بالجيش الوطني التي تحدثت خلال الفترة الماضية بأن أبو محمد الجولاني بدأ بنقل سلاح ثقيل تابع لهيئة تحرير الشام ومتوسط أيضا من إدلب إلى منطقة جنديرس أو بلدة جنديرس الواقع إلى الجنوب من عفرين. هذا الأمر أثار تساؤلات كبيرة عن لماذا ينقل أبو محمد الجولاني السلاح المتوسط والثقيل من إدلب إلى عفرين إن كان فعلا ينوي الدخول في مواجهة مباشرة مع الجيش السوري أو يريد أن يفتح عمليات عسكرية، ولذلك يقول البعض بأن هذه العملية هي عمليات تمثيلية من أجل أن يقضي أبو محمد الجولاني على المناوئين له ويتواجد في منطقة عفرين ويبرر وجوده في عفرين. والآن إلى وثيقة اليوم. إذن في وثيقة اليوم، موقع هوتيلي المتخصص بكشف أو المتخصص يكشف أن السعودية ستسمح بارتداء البيكيني وحجز الفنادق من دون إظهار عقد زواج، إعلان أتى على لسان إحدى مسؤولات السفر في مشروع البحر الأحمر والمعروف باسم وجهة البحر الأحمر. هذا الموقع نقل عن كبيرة مديري قطاع التسوق السياحي في شركة البحر الأحمر أنه لن تكون هناك قيود على النساء ولن يتعين عليهن ارتداء العباءة ولن يكون هناك تمييز بين دخول النساء والرجال أي مرفق. أما بالنسبة إلى الفنادق فإنه لن يكون هناك مشكلة في حجزها من دون إظهار عقد زواج، وفقا للمسؤولة التي تحدثت خلال إحدى الفعاليات التي أقيمت في دبي، وأشادت كذلك بما قالت إنه نمو لقطاع السفر الفاخر في دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة رائعة بالتوازي مع تقديمه وعودا هائلة. ووفقا أيضا لهذا الموقع، فقد شهد الحدث مناقشة شركة البحر الأحمر العالمية لخطط البحر الأحمر في عام 2023
وما بعده، مع الإشارة إلى أنه في أيار مايو المقبل سيفتتح البحر الأحمر فنادقه الثلاثة الأولى، وعند اكتماله عام 2030 سيضم البحر الأحمر 50 منتجع. وفي ملفات التحليلية أيضا، تصعيد جديد بين تركيا والسويد الساعية إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وأنقرة تلغي زيارة كانت مقررة لوزير الدفاع السويدي إليها، متهمة السويد بعدم التصدي لاستفزازات عناصر حزب العمال الكردستاني. محمود واثق. على صفيح ساخن هي العلاقات التركية السويدية بعد قرار أنقرة إلغاء زيارة وزير الدفاع السويدي المقررة في 27 من الشهر الجاري، على خلفية ما تصفه أنقرة بتقاعس السويد في منع فعاليات مناهضة لتركيا والإساءة إلى رموزها من قبل عناصر حزب العمال الكردستاني في السويد. من الواضح أن السويد فشلت في الالتزام بتعهداتها وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الثلاثي حول منع الاستفزازات بحق تركيا وتسليم المطلوبين. من هنا فإن زيارة وزير الدفاع السويدي إلى بلادنا فقدت أهميتها ولا معنى لها في هذه الظروف. تعود جذور الأزمة بين البلدين إلى سلسلة ملفات تتناقض حولها المواقف بين الطرفين، فتركيا تبدو منزعجة من نشاط عناصر حزب العمال الكردستاني على الأراضي السويدية، وهو ما دفع أنقرة إلى اتخاذ موقف متحفظ ومشروط في ملف انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو. تركيا والسويد وفنلندا وقعت مذكرة تفاهم لتسليم مطلوبين لأنقرة، لكن السويد بدعم أمريكي لا تلتزم بهذه المذكرة لممارسة الضغوط على أنقرة والقيام بخطوات استفزازية بحق تركيا. كل هذا التصعيد أعتقد أن له علاقة أيضا بالتقارب التركي الروسي في العديد من الملفات. في ظاهر الأمر يبدو الخلاف التركي السويدي حول نشاط عناصر من حزب العمال الكردستاني المستفزة لأنقرة، لكنه وفي البعد الاستراتيجي لا يمكن استبعاد العامل الروسي في الأزمة يقول البعض، فمحاولات الغرب جر أنقرة إلى دائرة الضغوط المتزايدة على موسكو لم تنجح حتى الآن، وهو ما قد يفسر التصعيد المتبادل بين أنقرة وعواصم غربية عديدة. لم تنجح إغراءات واشنطن في تغيير موقف أنقرة، فلدى تركيا قائمة طويلة من المطالب يجب تنفيذها قبل منحها الضوء الأخضر لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو. محمود واثق، إسطنبول، الميادين. ونبقى مع محمود واثق محلل الميادين للشؤون التركية والأفغانية. أهلا بك محمود. اليوم هذه الجذور أو هذا الخلاف، ما هي جذوره فعليا ما بين تركيا والسويد وفنلندا من جهة أخرى، وما بعد هذه الأزمة هل أقفل الباب حاليا بشكل كامل على أي موافقة تركية لانضمام البلدين إلى الناتو؟ يعني لا أعتقد أن الباب أغلق، لكن عملية انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي ربما دخلت مرحلة صعبة وأكثر تعقيدا بعد هذا التصعيد المتبادل بين تركيا وبين السويد تحديدا، بسبب التظاهرات أمام السفارة التركية هناك والإساءة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان من قبل عناصر تابعة لحزب العمال الكردستاني كما تقول أنقرة، والسماح لهذه العناصر بالقيام بهذه التظاهرات ورفع الشعارات المناهضة لتركيا، هذا دليل على أن السويد غير ملتزمة بالتعهدات وبمذكرة التفاهم التي وقعت بين الطرفين في مدريد، ومن بنودها تخفيف أو منع أي استفزاز تقوم به التنظيمات التي تصفها أنقرة بالإرهابية وموجودة في السويد ضد تركيا، بالإضافة إلى عدم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم كما تقول تركيا المتعلقة بتسليم المطلوبين لتركيا. هذه الأمور جعلت الآن تركيا تفقد الثقة، مع هناك أزمة ثقة أصلاً موجودة بين الطرفين، وبالتالي بعد هذا التصعيد، بعد هذه المظاهرات والاحتجاجات التي حدثت في السويد ضد تركيا، يبدو أن عملية الانضمام ربما أصبحت أكثر تعقيداً وشاقة
لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي. طيب رضا الباشا، السويد تدعم بشكل واضح قصد والإدارة الذاتية في شرق سوريا عبر المنظمات الإغاثية، هل يعزز ذلك التوتر ما بين البلدين تركيا والسويد؟ يعني طبعا دينا، بطبيعة الحال السويد خلال الفترة الماضية حتى بعد الاتفاق مع تركيا ومذكرة التفاهم مع تركيا كان لها نشاط واضح في منطقة شرق الفرات، سواء عن طريق الدعم المباشر للإدارة الذاتية، سواء من خلال مكتب الإدارة الذاتية الذي يتواجد في العاصمة السويدية، وزيارات متكررة لمسؤولين الإدارة الذاتية سواء إلهام أحمد أو غيرها من المسؤولين، إضافة إلى اتخاذ الإدارة الذاتية السويد كمنطلق من أجل زيارات لعواصم أوروبية مختلفة. هذا إن دل فيدل على أن السويد فعليا حتى بعد المذكرة التي وقعتها مع تركيا لم تلتزم بالحد من نشاط حزب العمال الكردستاني وتحديدا الجناح السياسي في الإدارة الذاتية وحزب العمال الكردستاني في السويد أولا أو حتى من خلال أوروبا بشكل ثانيا. إضافة إلى ذلك موضوع المنظمات الإغاثية السويدية أو التي تدعم بشكل مباشر من قبل الحكومة السويدية هي نشطت زاد نشاطها خلال الفترة الماضية، والحديث خلال الشهرين الماضيين بأن هذه المنظمات بدأت أيضا بزيادة نشاطها بمنطقة شرق الفرات دعما للإدارة الذاتية، وهذا ما تحدث عنه العديد من المسؤولين في الإدارة الذاتية التابعة لقسد وهي بطبيعة الحال الذراع السياسي لحزب العمال الكردستاني في هذه المنطقة. هذه الملفات إضافة إلى دعم الإدارة الذاتية، السويد تدعم الإدارة الذاتية في ملف أسرى داعش المتواجدين لدى الإدارة الذاتية، وتعتبر واحدة من أهم الدول الأوروبية التي تمارس الضغط من أجل دعم الإدارة الذاتية في هذا الإطار. بطبيعة الحال هذه الملفات ستؤثر بشكل مباشر على العلاقة التركية السويدية. طيب هذا التصعيد محمود، كيف من الممكن أو ما هي ارتداداته على الساحة الداخلية التركية، وأيضا كيف من الممكن أن يوظف في مخص الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ يعني هناك مقولة تركية شهيرة تقول بأنه لا يوجد صديق للتركي إلا التركي نفسه، فنظرية المؤامرة دائما موجودة في خطابات الساسة هنا في تركيا، يستغلون هذا العداء الموجود لتركيا خارج تركيا لتعزيز الجبهة الداخلية ومحاولة الوصول إلى أكبر قاعدة شعبية، قاعدة انتخابية، لا سيما وأن تركيا الآن مقبلة على انتخابات حاسمة بعد أقل من 14 أشهر، وبالتالي هذا الاستفزاز من قبل السويد أو فنلندا أو نشاط العناصر المناهضة لتركيا الموجودة هناك يتم استغلالها من قبل الأحزاب السياسية. نحن نتحدث عن الحزب الحاكم هنا في تركيا الذي كان التوجه هو العودة إلى صفر المشاكل، لكن مع هذه التوترات الآن موجودة مع السويد وفنلندا و عدم قبولهما في حلف شمال الأطلسي له ارتدادات داخلية ومحاولة إلى إظهار بأن الغرب دائما يتآمر على تركيا ويحاول إفشال مخطط الوقوف على الاعتماد على الذات في تركيا، ومحاولة وقف عجلة الاقتصاد من خلال هذه الاستفزازات أو إيواء العناصر الإرهابية في هذه الدول ودعم التنظيمات التي تستهدف تركيا من خلال تعزيز الجبهة الداخلية، ولا سيما وأن تركيا الآن مقبلة على هذه الانتخابات الحاسمة. محمود واثق، رضا الباشا، والعميد شارق أبي نادر، شكرا جزيلا لكم. فاصل قصير مشاهدينا، نحلل بعده قضية اليوم، ابقوا معنا. واشنطن تحذر من أن التخلف عن سداد ديونها قد يؤدي إلى ركود في الولايات المتحدة وقد يصل إلى أزمة مالية عالمية، فأي نتائج يشهدها العالم في حال تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها، وهل تتكرر أزمة عام 2008؟ هذا التقرير لمهدي ديران.
قد يتجه عداد الأموال نحو سيناريو مضت عليه أعوام عديدة، سيناريو قد يعود بالعالم إلى أزمة أكثر سوءاً من انهيار سوق الأوراق المالية عام 2008. التحذير جاء على لسان وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، حيث أكدت أن التخلف عن سداد الديون الأمريكية قد يؤدي إلى ركود في الولايات المتحدة وربما يصل إلى كارثة مالية عالمية. تحذير يأتي على وقع بلوغ الحكومة الأمريكية الحد الأقصى لسقف الاقتراض عند 31 تريليون دولار بفاصل 4. سوف نجري نقاشا بسيطا حول الدين الذي سندفعه مع زعيم الأغلبية الجديد في مجلس النواب. لقد تراكمت الديون على مدى 200 عام، هذه ليست مسحة. هناك خلاف أساسي حول ما يجب أن نقتطعه وما هي الضرائب التي سيدفعها الناس. إذا لم نتمكن من الوفاء بديوننا الوطنية سيكون هناك كارثة تتجاوز أي حدث مالي في الولايات المتحدة. الأزمات المالية التي لا تزال محور السياسة العالمية يبدو أنها تأخذ منحاً أكثر حدة في الولايات المتحدة، أزمة تتخبط فيها الإدارة الأمريكية بحثاً عن إجراء استثنائي لإدارة السيولة وتجنب الكارثة. التخلف عن سداد الديون سيقوض دور الدولار بوصفه عملة احتياطية تستخدم في المعاملات في أنحاء العالم، إلى جانب تحذيرات بأن أمريكيين كثراً سيفقدون وظائفهم، وكلها تبعات محتملة تعيد التساؤلات عن هشاشة النظام الأمريكي القائم على الرأسمالية الليبرالية. ونفتح النقاش مع محلل ميادين لشؤون أمريكا والأمم المتحدة نزار عبود. نرحب بك نزار، ونسأل لماذا وصل الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين إلى حافة الهاوية؟ مساء الخير. وصل إلى الهاوية الحقيقة، لأن التخلف حصل في 19 من هذا الشهر. الولايات المتحدة باتت عمدا متخلفة عن السداد، لكن هناك إجراءات اتخذتها الإدارة الحالية بتأجيل مدفوعات، باللعب على الوقت، بكسب الوقت من هنا حتى حزيران يونيو المقبل بهدف التفاهم حول صيغة المال. الجمهوريون والديمقراطيون منقسمون، وكذلك الشعب الأمريكي. هناك ضعف كبير في إدارة مجلس النواب الأمريكي. كيفن مكارثي حاليا لا يحظى بأغلبية، ويستطيع أي عضو من أعضاء هذا من الحزب من الطرف الجمهوري أن يطعن برئاسته وأن يسقطه. أي شخص، أي نائب يستطيع أن يسقطه، وبالتالي عندما يأتي ليتفاوض مع الرئيس بايدن حول المعالجة فإنه يفاوض من موقع ضعف شديد. محرك الخيوط هو دونالد ترامب الرئيس السابق، الذي يخضع لضغوط كثيرة ويتعرض للمحاكمات، وهو يستخدم خيار شمشون في هذه الحالة، يجعل الولايات المتحدة بأسرها رهينة. الخطر الكامن هنا أن الولايات المتحدة قد لا تذهب إلى سيناريو 2008، إنما لسيناريو 1929 الكساد العظيم. هناك خطر فقدان 6 ملايين وظيفة، فقدان 15 تريليون دولار من ثروة الأمريكيين، وانهيار مالي لا سابق له. نعم، يتم عن عمد. طيب قاسم عز الدين محلل الميادين للشؤون السياسية والدولية، نرحب بك قاسم. فعليا ما هي أزمة الديون الأمريكية وما احتمالات الاتفاق؟ يعني بالعمق، أزمة الديون الأمريكية هي أزمة دولة تعيش فوق طاقتها الإنتاجية. 125% يعني حجم الديون، 125% من الناتج القومي الفيدرالي الأمريكي، وست أضعاف من الإيرادات الفيدرالية. ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني أن كل السياسات التي تنتهجها الإدارات الأمريكية هي سياسات افتراضية قائمة على الديون وعلى القدرة بسداد الديون. ليس أمريكا التي تسددها، إنما الشبكة التي تنسجها في العالم والديون التي تقترضها من دول العالم، هي يعني بحدود 7.7 تريليون دولار من الدول العالمية، هي التي تصب في الخزنة الأمريكية. كلفة الإنقاذ كلفت 1.9 تريليون.
وهي لا تمتلكها الولايات المتحدة. ال26.6 مليار التي تبرعت بها لأوكرانيا لا تمتلكها فعليا الولايات المتحدة. لجنة الميزانية الفيدرالية تقول أن الديون ستستمر، وبحدود 2030 سيبلغ حجم الديون 41.8 تريليون دولار على الخزينة الأمريكية. بهذا الشكل تعيش الولايات المتحدة منذ ما قبل 1800، عمليا منذ الحرب العالمية الثانية، بايدن يقول قبل 200 سنة. لكن بنهاية المطاف هذه الدولة التي تعيش على الديون هي تتفق، يعني 2011 تعثر الاتفاق مع أوباما ودفعت الولايات المتحدة كلفة باهظة تخفيض الائتمان الأمريكي. اليوم مطروح هذا السيناريو، لكن بنهاية المطاف الأرجح سيكون مفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين وحول الكلفة، يعني الائتمان الاجتماعي، من يدفع هذه الكلفة. قطيبة الصالح، محلل الميادين للشؤون العربية والإسلامية، نرحب بك قطيبة أيضا. فعليا ما الذي تعبر عنه هذه الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا هل من تهويل أو تضخيم من قبل الأطراف المعنية لغايات معينة؟ كل التحية دينا. يعني يجب التفريق بين الأزمة الحالية المتعلقة بقرار الكونغرس أو مجلس النواب رفع سقف الديون، وبين أزمة الديون الأمريكية الضخمة العميقة والمستدامة إلى حد كبير. بناء على التفريق بين هذين الأمرين أو هاتين الأزمتين، نجد أنه ليس هناك تهويل فيما يتعلق بحجم أزمة الديون الأمريكية. هي أزمة مستدامة عميقة ضخمة جدا في الحقيقة، وباتت إلى حد ما مع تطور الوقت قد تهدد الوجود الأمريكي إلى حد كبير. هناك عدد من المعطيات التي ربما يساعد سردها في وصول إلى استنتاج عما تعبر عنه هذه الأزمة. دعينا نتحدث دينا عن أن سقف الديون تم زيادته نحو 80 مرة من الستينات وحتى الآن، وبالتالي هذا له تداعيات أو معطيات مؤشرات كبيرة. خلال 25 عاما الماضية صوت الكونغرس أكثر من 12 مرة على رفع سقف الديون. هذا في هذا الإطار. تحدث الأستاذ قاسم عن أن نسبة الدين العام في الولايات المتحدة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي بنحو 125%. هذا الرقم هو أكبر مما كان عليه بعد الحرب العالمية الأولى، وهو أيضا 3 أضعاف زيادة فقط منذ العام 2010. ما الذي يؤشر إليه ذلك؟ أولا هو يؤشر عن أن الاقتصاد الأمريكي في مسار انحداري كبير طيلة عقود من الزمن. هناك تضخم متزايد في كتلة الدين الأمريكي إلى حد كبير. في المجال السياسي، دخول هذه الأزمة الحالية في المعترك البازار السياسي تعبير عن مدى انهيار البنية السياسية الأمريكية عندما تصل المنافسة الحزبية إلى هذه الشؤون إلى حد ما. والأهم من ذلك كله هو تعبير عن حقيقة القوة الأمريكية التي وصفها الزملاء بأنها دولة تعيش فوق طاقتها الإنتاجية. إذا ما عكسنا ذلك على الإنفاق الدفاعي أو مظاهر القوة في الحقيقة، يبدو أن الإنفاق الدفاعي أو الإنفاق الخارجي أيضا هو يفوق طاقتها، وبالتالي هو يضرب هذه الصورة الأمريكية إلى حد ما، ويؤكد أن حتى قوة أمريكا على الصعيد العالمي ممولة عن طريق الاستدانة. نزار، فعليا لماذا تضطر الولايات المتحدة الأمريكية للاقتراض المتزايد وهي من أكبر اقتصادات العالم؟ بالطبع هي من اكبر اقتصاد العالم، هي لديها انتاج محلي اكثر من 21 تريليون دولار سنوي. لكن الولايات المتحده النظام الضريبي في الولايات المتحده لا يمس الاغنياء على قدم المساواه، والشركات المتعدده الجنسيه اغلبها لا يدفع ضرائب، وحتى لاحظنا طبعا كما كشف ترامب لم يدفع ضرائب عن دخله الكبير. هناك تفاوت طبقي هائل، هذا التفاوت الطبقي ينعكس بان الشعب الامريكي هو يتحمل ديون، وحتى هذه الازمه سيتحملها الشعب الامريكي الفقراء منه. القوات المسلحه لن تتلقى رواتبها كالمعتاد ونفقاتها كالمعتاد. المتقاعدون، المعوقون، الفقراء، اصحاب الطفل الواحد، السيدات، هؤلاء لن يتلقوا ربما في الاسابيع المقبله او حتى في الاشهر المقبله مرتباتهم او تعويضاتهم الاجتماعيه. وبالتالي الولايات المتحده تعتمد كثيرا على دخل الموظفين الصغار الموظفين والفقراء أكثر من اعتمادها على الشركات الضخمة، شركات النفط، شركات التكنولوجيا التي تسجل مئات مليارات الدولارات من أرباح وتتهرب منها في ملاذات أو فردوسات ضريبية كما يسمونها في الخارج. هذا التفاوت هو السبب الأساسي في مديونية الولايات المتحدة.
طيب قاسم، ما صدى لهذه الأزمة التي من الممكن أن يكون أو الذي من الممكن أن يكون في الدول الأوروبية في أوروبا؟ يعني حسب إذا كانت وصلت الأزمة إلى طريق مسدود وهو مستبعد، ينعكس ليس فقط على أوروبا، ينعكس على كل العالم، يعني إعادة هيكلة النظام المالي ككل. أولا مسألة الاضطراب الأسواق المالية، أوروبا والولايات المتحدة شريكان في السراء والضراء، كل ما ينعكس على داخل الولايات المتحدة من أزمات مالية وأزمات اقتصادية بدون شك ينعكس على أوروبا، لأن الاستثمارات، يعني مثلا بالبداية مسألة الديون نفسها وسداد الديون، يعني أوروبا والاتحاد الأوروبي تدين أو تستثمر في سندات الديون الأمريكية بحدود 1.5 تريليون دولار، يعني بهذا المعنى أنه الخسارة المباشرة. مسألة القروض، مسألة التبادل التجاري، يعني عندما تتضرر أمريكا في الأزمة المالية تتضرر أيضا أوروبا في التبادلات التجارية، لا تستطيع أن تبيع ولا تستطيع أن تشتري، لأن هذه المسألة سيف ذو حدين. كل ما يتعلق في الولايات المتحدة وعدم الاستقرار المالي في الولايات المتحدة هو بدون أدنى شك أزمة في داخل أوروبا، ناهيك عن أزمة الديون الأوروبية نفسها. يعني كما تعيش الولايات المتحدة على الديون، تعيش أوروبا أو الدول أوروبا على الديون، أقل بكثير يعني من أزمة الديون الأوروبية، لكن ألمانيا، فرنسا، هولندا، كل الدول التي يعني تبدو مزدهرة ومرفهة هي بحدود الناتج المحلي لكل دولة منها، سوى فرنسا أكثر. فرنسا 120% ديونها 120% من الناتج القومي الفرنسي، والاضطراب يؤثر كثيرا في كل هذه المجالات. عن الدول الأوروبية، هل تتأثر بعدم سداد أو إمكانية عدم سداد الولايات المتحدة الأمريكية لديونها قطيبة؟ أعتقد أن السؤال عن الدول العربية ربما بحكم اختصاصي صحيح. نعم، بطبيعة الحال ستتأثر الدول العربية بشكل من الأشكال بما ذكره الزملاء في الحقيقة، وهو بما تأثيرات الأزمة الاقتصادية الأمريكية على المجال العالمي ككل. ربما نتحدث عن انهيار أسواق مالية وبالتالي هناك أثر، نتحدث عن إفلاس بنوك وبالتالي التعاملات المشتركة في هذه الحال لها أثر كبير، ولكن الأثر الأكبر في الحقيقة سيضرب الدول العربية الثرية على وجه التحديد، التي يعني الأزمة المالية الاقتصادية ستمتد بطبيعة الحال إذا ما وصلت إلى الحد الذي نتحدث عنه إلى قيمة الدولار في النهاية وإلى مركزية الدولار. بالتالي الدول العربية الثرية النفطية على وجه التحديد التي تمتلك احتياطات هائلة بالدولار، وبالتالي قيمة هذه الاحتياطات سوف تنخفض إلى ما يكون تتلاشى. الجزء الثاني وهو يتعلق أيضا بالدول العربية النفطية بشكل أساسي، أن هذه الدول تمتلك حصص كبيرة ربما في سندات الخزانة الأمريكية، بمعنى أنها أحد المقرضين أو الدائنين للولايات المتحدة. أريد أن أذكر فقط هنا بعض الأرقام، يعني من ضمن الأوائل في الدين للولايات المتحدة الدول العربية بشكل عام تمتلك 3.4% من حيز الدول العالم لسندات الخزانة الأمريكية. هناك 11 دولة عربية تستثمر في السندات، نتحدث عن السعودية بأكثر من 116 مليار دولار، الكويت ب50، الإمارات ب46 وغيرها. وبالتالي مع انخفاض قيمة الدولار عجز لربما أمريكا عن السداد، مع مجددا إن وصلنا إلى هناك سوف تصبح هذه الديون أو هذه السندات وبالتالي هذه الاستثمارات بشكل أساسي بلا قيمة. نقطة أخيرة تتعلق بما ستتجه إليه الولايات المتحدة في حال وصلت إلى هنا، وهو قد ما يتهدد مناطقنا بشكل كبير وسنتحدث عنه ربما. نعم، طيب نزار، هل سبق للولايات المتحدة الأمريكية أن تخلفت عن تسديد مستحقاتها الاقتراضية؟ نعم، وهذا خطير جدا، حصل في عام 79 ولكن عن طريق الخطأ، كان هناك خطأ في النظام الحسابي وتخلفت عن دفع 122 مليون دولار في عام 79، وكانت النتيجة أدى ذلك الخطأ إلى تكلفة 40 مليار دولار، وهذا يختلف عن الواقع اليوم. اليوم هناك كلام على أن التخلف سيتم عن عمد بسبب الخلاف السياسي الداخلي، وهذا أخطر بكثير بالنسبة للثقة بالاستثمار في الولايات المتحدة. السندات الخزينة الأمريكية هي أكثر السندات في العالم أماناً كما يصفها المستثمرون، ووكالة موجز للتصنيف الائتماني تقول أن طبعا يجب معالجة هذا الأمر بأسرع ما يمكن، وإلا فنحن قادمون على كساد لم يسبق له مثيل.
الخطر كبير جدا. الثقة بالدولار الأمريكي يمثل بين 60 و70% من موجودات المصارف المركزية في العالم. انهيار الدولار الأمريكي يعني انهيار معظم بنوك العالم وانهيار استثمارات عالمية. هنا ستحصل فوضى في حال حدوث ذلك لم يسبق لها مثيل. هذه أكبر بكثير من أزمة عام 2008 وأثارها ستبقى لفترة طويلة إذا لم يتدارك الأمور بسرعة. هذه الأثار قاسم على تبعية عالم الجنوب وارتباط أيضا المؤسسات المالية بها بالولايات المتحدة. يعني إذا تكلمنا فقط عن هذه الأزمة، أزمة الديون الأمريكية مسألة، ومسألة ديون العالم الثالث التي تقض مضاجعها من الثمانيات حتى اليوم، والتحذيرات اليوم بأن يعني ربع دول الجنوب هي متعثرة في سداد الديون. لكن إذا كان فعلا يعني سيتأثر الدولار وسيفقد من قيمته وسيفقد من إمكانياته، هذا سيكون قد يكون يعني ضرر لبعض الدول الكبرى مثل الصين وغيرها التي تستثمر في السندات الخزينة الأمريكية. لكن مصائب قوم عند قوم فوائد. بالنسبة لعالم الجنوب ستستفيد إلى أبعد الحدود من انهيار المالي للنظام الأمريكي وخاصة الدولار. لأن غالبية دول عالم الجنوب إذا لم نكن كلها فقدت حوالي 30 إلى 40% من قيمة عملتها المحلية قياسا على الدولار، وهي لا تستطيع أن تسد أي شيء من ديونها نظرا للأزمة الاقتصادية، خاصة ارتفاع الدولار بالنسبة لعملاتها المحلية. وسيكون انهيار الدولار بالنسبة لها إفادة كبيرة. مسألة أخرى أهمية باختصار شديد وأهمية، وزيرة الخزانة في جولتها الأفريقية يعني توعدت وقالت أشياء بأن يعني أمريكا ستنقذ أفريقيا من أزمتها، والعكس هو الصحيح. إذا استثمرت أمريكا وفي حال الانهيار المالي لا تستطيع أن تستثمر. طيب، وهذا بالضبط ما سنسأل عنه الزميل قطيبة الصالح. أمام هذا الحجم الهائل من الديون قطيبة، ما هي الخيارات أمام واشنطن؟ لا خيارات في المدى المنظور. أمريكا أساسا منذ سنوات وربما عقود عديدة لم تعد تفكر في سداد الديون، هي تقوم بعملية إدارة هذه الديون. بمعنى الاقتراض للإنفاق أو الاقتراض للسداد وهكذا، وبالتالي هي حلقة مفرغة إلى حد كبير من الديون بالاعتماد على جاذبية سندات الخزانة على كونها مجال مضمون للاستثمار. إذا ما ضرب ذلك ربما تعود أمريكا إلى تفكيرها أو إلى ما يشبه سياستها الخارجية، وتعود للبحث عن مصادر خام لربما للثروة أو الدخل، وبالتالي البحث عن مصادر دخل بعيدة عن فكرة الاستدانة. في هذا الإطار لربما نضع أفريقيا، الحديث عن سرقة بالتأكيد موارد هذه الدول وموارد على سبيل المثال القارة الأفريقية دون مقابل إلى حد كبير، لتوفير مصدر دخل للميزانية الأمريكية دون دفع شيء مقابله ودون أن يترتب الاستدانة. وهو في الأساس نهج له عدد من السنوات عاد للظهور. لتذكر سوية تصريح ترامب عام 2019 حين تحدث عن أنه يتوقع أن تجني بلاده ملايين الدولارات شهريا من عائدات النفط في سوريا بحكم وجود القوات السورية أو عدد محدود من القوات الأمريكية عفوا هناك. هذه عملية سرقة لتمويل الخزانة الأمريكية. تشير التقديرات إلى أن هذه السرقة تشمل 66 ألف برميل نفط يوميا. وبالتالي فإن الأزمة بهذا الإطار، التفكير الأمريكي سيكون بأن يدفع العالم ثمنها من خلال عدوانية أمريكية أكثر وسرقة الموارد الخام لشعوب العالم. إذن قطيبة الصالح، قاسم عز الدين ونزار عبود، شكرا جزيلا لكم. الشكر الكبير لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. التحليلية انتهت، إلى اللقاء.